البداية اليوم من مكان بعيد، بالتحديد من الصين. عاصفة تصفيق في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني كرست الرئيس تشي جين بينغ لولاية ثانية من 5 سنوات، والأهم كرسته أقوى رجل في البلاد منذ زعيمها التاريخي ماو تسي تونغ. من الواضح أن تشي جين بينغ يقود تحولاً تاريخياً في بلاده، ويتساءل كثيرون كيف يمكن أن تتعايش الصين مع التغيير؟ فالمعروف أن الرئيس في الصين ليس إلا واجهة للحزب، لأول مرة يصبح الرجل أقوى من الحزب. الرئيس تشي جين بينغ هو شخصية الأسبوع في صباح العربية. هذه أمور لا يعرفها الجميع عن تشي جين بينغ، وسنتطرق لها في صباح العربية. تشي عاش في كهف وكان يقرأ على ضوء مصباح، وعمل مزارعاً قبل صعوده سلم السلطة. زوجته هي المغنية الجميلة بينغ ليوان، ولا يعارض تشي جين بينغ تسليط الضوء عليها بعكس سابقيه من الرؤساء. دعونا أيضاً نتحدث عن مقولته المفضلة، هي مقولة للمؤسس ماو تسي تونغ: السلطة السياسية تنمو من ماسورة البندقية. ومن وقتها صار زعيم الحزب الشيوعي هو نفسه رئيس اللجنة العسكرية المركزية، ومن هنا بدأت السيطرة. هناك شيء آخر يجب أن نعرفه عن تشي جين بينغ، وهو أنه كرس نفسه بطل الحرب على الفساد، قاد حملة أطلق عليها النمور والذباب، وقد عززت شعبيته التحقات وتحقيقات التي شملت رقما مجنونا يقرب من 5 ملايين شخص. أيضا من البارز أنه اعتبارا من 2018 أصبحت أفكار تشي جين بينغ جزءا من الدستور. هذه السنة طرحت وزارة التعليم وضع أفكاره ضمن المناهج الدراسية، وحتى على الهواتف المحمولة دشن تطبيق تعلم من تشي ادعم بلادك، يحتوي على أسئلة وألغاز حول عقيدة الرئيس الصيني تشي جين بينغ. ولكن لنتحدث أيضا عن أهم إنجازاته، وهو ربما إنهاء العمل بقانون الطفل الواحد الذي كان معمولا به قبل عام 2015، ليسمح بذلك للعائلات الصينية بإنجاب أكثر من طفل. ونذهب إلى باريس، معنا من هناك بيير أنتوان دوني، وهو أيضا سيتحدث معنا، هذا الصحفي المخضرم والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الصيني، للحديث معه عن ثقافة الصيني وما يجب أن نعرفه عن العقلية الصينية، بما أن هذا البلد أصبح جزءا من تعاملات الجميع. أهلا بك معنا في هذه الساعة الصباحية. بداية خلينا نبدأ سؤال عام أولا، هل الحلم الصيني يختلف عن أيام الزعيم ماو تسي تونغ، يعني كبر ويراهن على الوصول إلى أبعد نقطة في العالم بكافة المجالات أولا؟ أولا أريد أن أقول كيف حالكم للمشاهدين، أنا سعيد جدا بالتحدث على قناة العربية. ولأرد على هذا السؤال أريد أن أقول أولا بأن الفارق الكبير في الحلم الصيني في هذه الأيام هو أن الصين تعمل منذ 70s بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها السابقون، وفي أقل من 30 سنة أصبحت الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وهذا يعد نتيجة كبيرة. لكن الأمر اليوم تغير لأنه لعدة أسباب، يمكن أن نقول بأن هناك اضطرابات اليوم في الاقتصاد الصيني، هناك تباطؤ مذهل في النمو الناتج المحلي للبلاد. واحد هذه الأسباب هو
إدارة أزمة كورونا كوفيد 19، وهي إدارة يمكن أن توصف بالكارثية، لأنه حصل هناك اضطرابات كبيرة في سلسلة الإنتاج، وحصل هناك حالات إغلاق كبيرة للمصانع، وبدأنا نشاهد المستثمرين الغربيين يغادرون الصين، وهناك نمو بحدود 5.5% في العام 2020، ولكن التوقعات لما يأتي للقادم من قبل المؤسسة الدولية مثلك من قبل البنك الدولي تأتي أقل من هذه الأرقام، وهذا رقم خطير جدا بالنسبة للصين، ويتوقعون نموا بحدود 3%، وهو أسوأ النتائج منذ عدة عقود في الصين. سيد بيير أنتوان، سأنقل لك تساؤلات البعض. هناك من يقول: لماذا يصور الإعلام الغربي الصينيين ويظلمهم من خلال الإعلام، وكأنهم يأتون من كوكب آخر بعيدون كل البعد عن الثقافة العالمية وربما ثقافة العولمة الموحدة؟ ماذا رأيك في هذا الطرح؟ في الواقع إنه من السهل جدا أن يتم رسم صورة عن شعب بعيد، لأن الغربيين والصينيين مختلفون جدا، وكان هناك من جانب الغربيين فترة طويلة من الانذهال والإعجاب الكبير بالصين، لأن حضارة كبيرة تعود لآلاف السنوات وتركت أثرا كبيرا على الحضارات العالمية، وأثرت على الجيران خاصة كاليابان وكوريا ولاوس والدول الأخيرة. ولكن اليوم هناك أسئلة كثيرة تطرح حول مستقبل الصين وحول صورة هذا البلد، التي صورة تتراجع في عدد من البلدان. سيد بيير أنتوان، هل تعتقد بأنه عامل اللغة ظلم كتير الصين وأبعدها عن العالم جغرافيا وثقافيا، رغم أنه اللغة الصينية المندرين أدخلت مؤخرا في بعض الدول العربية في المناهج الدراسية؟ نعم، ولكن في نفس الوقت إن الأمر سيان بالنسبة لأوروبا وللمملكة المتحدة والولايات المتحدة. اليوم اللغة الصينية يتعلمها عدد كبير من الأشخاص في المدارس في الجامعات عبر العالم، وهذا يرد على حاجة للتعرف على الصين. هناك الكثير من الفضول لدى الشباب الأوروبيين الذين لديهم فضول مذهل لدى الصين، كما هو الحال بالنسبة لروسيا أيضا. إذن هذا الفضول موجود، ولكن هناك بعض الأحوال التي نتحدث فيها عن سوء تفاهم، هناك بعض الملصقات التي نضعها على الصين على الصينيين. يأتي خبراء لا يفقهون بشيء ويتحدثون عن المؤامرة الصينية، كل هذه الأفكار يجب محاربتها. ونحن نشكركم جزيل الشكر من باريس بيير أنتوان دوني، وكنت معنا للحديث أيضا عن الموضوع الصيني، أنت صحفي المخضرم والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الصيني، شكرا لك.